السلام عليكم، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسعادة. هكلمكم النهاردة عن فوائد مذهلة لما هتسمعوها عن تقديم بيض السمان للطيور. هقولكم ازاي تقدموه وايه الموانع الاوقات اللي منقدرش نقدمه فيه. فورقة وقلم كده، لان الفوائد دي كتيرة قوي قوي. او كمان لو حابين مش عايزين تكتبوا، تبقوا بطاقوا سرعة الفيديو، هتسمعوه واحدة واحدة. بيض السمان بالنسبه للطيور او بالنسبه لنا احنا كبني ادمين مهم جدا جدا جدا، ويمكن كمان يكون افضل والله من البيض الدجاج او بيض الفراخ. طيب ليه؟ بيض السمان بيحتوي على حاجات كتيره قوي هقولها لكم. زي ما قلت لكم كده، هاتوا ورقه وقلم واكتبوا ورايا. اول حاجه ان هو ارخص بيض في مصر حاليا، ودي فايده كبيره جدا جدا على فكره، هيرحمنا شويه من شراء البيض. البيض دلوقتي البيضه تقريبا بقت ب 5 جنيه، فيعني صعب ان احنا نحرم طيورنا من البيض، وكمان صعب ان احنا نجيب بيض باستمرار بالرغم من ان احنا في موسم الانتاج. وقلت لكم في فيديوهات كتيرة قبل كده ان وجبة البيض شيء اساسي جدا جدا لو عايز الانتاج عندك يزيد، فنخلي بالنا، فده هيعتبر بديل حلو جدا جدا لبيض الفراخ. طب تعالوا بقى نعرف في ايه. هقول لكم على حاجة، في كمية كبيرة جدا تكاد تكون اضعاف اضعاف البروتين اللي موجود في بيض الدجاج. يعني في بروتين بيض السمان، كمية البروتين اللي فيه عالية جدا جدا. ولما اتكلم على بروتين فانا بتكلم على اساس صحة الطائر. خدوا كمان عندكم في 4 اضعاف من الحديد، وكمان الحديد طبعا احنا عارفين ليه، الحديد هو مختص بتكوين الاجنة زي الاملاح المعدنية، وكمان لان الحديد من ضمن مكونات الاملاح المعدنية. فكون ان موجود في حديد فحلو جدا جدا، ان ده ما بيخليش الطيور تجيلها انيميا، او حتى احنا كبني ادمين ما استخدامنا لبيض السمان بصفة منتظمة بيقلل كتير جدا جدا من الانيميا عندنا او عند الاطفال، فحلو جدا للهيموجلوبين. كمان حلو جدا جدا لان دخله بوتاسيوم، والبوتاسيوم احنا عارفين ان ده اللي بيخلي العضلات قويه وكمان الاوعيه الدمويه قويه، فبالتالي هتكون الشعيرات الدمويه داخل البيضه هتبقى قويه. تمام كده، تمام. في كمان ماده الكولاجين، والكولاجين حلو جدا جدا لريش الطيور. هو حلو لينا احنا لشعرنا ولبشرتنا، لكن حلو جدا جدا لريش الطيور. كمان في مجموعه من مجموعه بي كومبلكس موجوده فيه. كمان في، يعني قلت لكم في البروتين، كمان في كمان بيقوي الجهاز العصبي جدا. كمان عايزه اقول لكم على حاجه، في مضاد، في مضادات فيه للاكسده، كمان بيحسن الرؤيه عند الطيور وبيقوي الطيور اللي نظرها ضعيف. ودايما الطيور اللي نظرها ضعيف ده بيبقى نقص من فيتامين بي بمركباته، فنخلي بالنا من النقطه دي. للاخ اللي كان بيقول لي ان هو عنده طيور عنده بتبقى عميه، فده في الغالب بسبب نقص فيتامين بي. تمام كده، في كميه من الكوليسترول النافع، يعني تقريبا 60% من الكوليسترول النافع. كمان بيقلل حالات السرطانات. قولوا لي ضحى، هو الطيور عندنا ممكن تجيلها سرطانات؟ اه طبعا، مش كائن حي لازم ممكن يتعرض ان يجيله سرطان. وجود الاحماض الامينيه اللي موجوده في بيض السمان بتقلل جدا جدا من فكره ان وجود السرطان. كمان بينقي الدم، ودي شيء مهم جدا جدا ان الطيور عندنا تبقى دمها نقي، مفهوش النقطه اللي جايه مفهوش سميات، فبينظف وبيزيل كتير من السميات داخل الجسم، وكمان يعني بينظف الكلى بنسبه كبيره جدا. تمام كده، والمهم بقى من كل دوت، لما بنستخدم اللي هو بيض السمان للطيور بتاعتنا كوجبه، او هقول لكم دلوقتي هستخدمه ازاي، بيبقى منشط للمناعه حلو جدا جدا. ليه منشط للمناعه؟ لان دخله عنصر الزنك، والزنك ده مهم جدا جدا كمان لتنشيط المناعه عند الطيور بتاعتنا. كمان استخدمنا للي هو بيض السمان بيرفع الطاقة في جسم الطائر، بيخلي الطائر اكتف وبيخليه نشيط، فبيجدد الطاقة عنده. عايزين كمان هقول لكم بيض السمان يا جماعة غني بمجموعة بي كومبلكس زي ما قلت لكم كده. يعني بصوا، في مجموعة كبيرة من فيتامين بي، في فيتامين بي 1 وفي فيتامين 6 وفي فيتامين 12، فكل 12، فكل ده بيبقى حلو جدا جدا في مسألة الاعصاب ومسألة التمثيل الغذائي. نيجي للنقطة المهمة قوي قوي اللي هتخليكم تتشجعوا كده وتقدموه لطيوركم، ان هو فيه محفز
جنسي. يعني حلو جدا جدا يعني لتحفيز الذكور والنتيات على البيض، وكمان يكون البيض مخصب، وكمان عنقود البيض يكون قوي عند النتيات. تمام كده. فلان دخله عنصر السيلينيوم، السيلينيوم كلنا عارفين قد ايه مهم جدا جدا لزياده التحفيز والتخصيب والكلام ده كله. كمان من ضمن الحاجات اللي موجوده او من اهميه تقديمنا لبيض السمان للطيور، ان هو كمان انا قلت لكم دخله احماض امينيه، ان هو كمان مضاد للالتهابات وخصوصا الخاصه بالامعاء والفويصل. هتقولوا لي طب ليه الالتهابات دي بتحصل؟ ممكن يكون من الكوكسيديا والكوليستيريديا، السالمونيلا احيانا بتعمل طبعا التهابات في الامعاء وفي الحويصله، فكل ده بامر الله بامر الله بيقلل منه جدا جدا وبيعالج الالتهابات اللي ناتجه من الامراض دي. يعني معنى كده ان بيض السمان ده يعني مفروض ان احنا ما نستغناش عنه بالنسبه للطيور. ويكفي يعني ان انا اقول لكم ان هو ذكر في القرآن، يعني دي خطوة او نقطة مهمة جدا جدا، لان السمان هو طائر السلوى اللي ذكر في القرآن، فيعني اكيد حاجة ذكرت في القرآن فاكيد لها فايدة. ربنا ما بيعملش اي حاجة كده وخلاص، كل حاجة ولها فايدتها. فلما انا بستخدم بيض السمان بالنسبة للطيور فانا كده بستفاد منه يعني اقصى استفادة. يعني انا هقول لكم على حاجة، انا والله انا بقالي فترة ما استخدمتهوش للامانة، ولكن حد من اللي هواك قال لي انت كنت اتكلمتي قبل كده عن بيض السمان، فيعني كان عايز ان احنا نعيد تاني الكلام عن بيض السمان. انا لما كنت بستخدمه فعلا مع طيوري من مدة طويلة كان فعلا فعلا مقلل لي قوي في الاستهلاك للبيض، وما كانش سعر البيض زي دلوقتي طبعا، يعني من سنة او سنة ونص ما كانش نفس سعر البيض. تاني حاجة الطيور عندي حبيته جدا جدا، لانه ما بيفرقش في طعمه، بل بالعكس ده طعمه والله احلى كمان من البيض البلدي. جربوه كمان للبيت عندكم، ولكن لو هتستخدموه لاول مرة والاولاد عندكم بيقلقلوا من الحاجة الغريبة، ما توروه لهمش في الاول، ويعني اتصرفوا اموركم معاه ومقدمه لهم حلو جدا جدا. كفاية قوي قوي ان انا اقول لكم ان هو للانيميا ممتاز ممتاز جدا، لشعرنا احنا حلو جدا جدا، بيقلل حالات الاكتئاب، ودي مكترها احنا في اليومين اللي احنا فيهم دول، اعتقد ان كلنا مكتئبين من اللي احنا بنشوفه. فاستخدامنا لبيض السمان ده انا عايز اقول لكم يعني اعملوه كده بديل رسمي نظمي للبيض الدجاج او بيض الفراخ حاليا. اولا سعره زي ما انا قلت لكم قليل، وفوائده كتيره جدا جدا، فحلو جدا ان انتوا تستخدموه. عشان كده النهارده حبيت اكلمكم عنه، بيض السمان ممتاز ممتاز. هكلمكم بقى عن طريقه تقديمه. طريقه تقديمه سهله جدا، ولكن هنخلي بالنا من النقطه دي. يعني اللي شاف الفيديو دلوقتي كده وقفل فهو خسران كتير. ليه؟ لان خدتوا بالكم من كلامي في اول الفيديو لما قلت لكم ان نسبه البروتين فيه عاليه جدا جدا، اكيد اخدتوا بالكم. طيب لما هو نسبه البروتين هتبقى عاليه فيه بالطريقه دي او بالكميه دي، هل انا يعقد ان انا زي ما كنت بقدم بيضتين او ثلاثه للطيور اللي عندي اللي هو ربع بيضه لكل اصل، هل انا هقدم دلوقتي ثلاث اربع بيضات وفي هو بقى يقول ايه ده حجمه صغير، البيض ده حجمه صغير بزود يا عم؟ لا، خلي بالكم ان كثره البروتين الزياده عند الطيور بتاعتنا في 90% ممكن تسبب لها قولوا تلييس وتشحيم، ودي من اكتر المشاكل اللي ممكن تعوقك في وقت الانتاج، لان انت عمال ما هتعالج الطيور من عندك من سبب التشحيم والتلييس، هتاخد لك على الاقل بتاع 10 ايام لغايه ما يقل التشحيم والتلييس، وعمال بقى مع عنقود البيض يتكون مره تانية. لا ده انت كده ضايع منك بتقع اكتر تقريبا من شهر، عمال ما النتايه دي تقدر او الذكر ده يقدر تاني يقوم بوظايفه. فنخلي بالنا، نرجع تاني لنقطة البروتين. البروتين في البيضة السمان البروتين فيها عالي جدا جدا، فده لازم نقننه. طب انا هستخدم قد ايه؟ بصوا انا باخد بيضتين بالظبط، بيضتين بالظبط على وجبة، يعني تقريبا كده هنقول كيلو، وجبة كيلو، وبضيف بقى عليهم الاضافات اللي انا عايزها. بضيف ايه؟ بضيف ممكن اضيف شوية عيش بقسماط مطحون او عيش بلدي بتاعنا مجفف وبطحنه في الميكسر وبقدمه للطيور، عليهم شوية جزر، ده لازم يعني الجزر. كمان ممكن اضيف ايه؟ ممكن اضيف الكسكسي، الكسكسي على الوجبة دي هيبقى حلو جدا جدا.
طيب في ايه تاني ممكن اضيفه للوجبة دي؟ شوية خضروات زي مثلا ورقتين ثلاثة كده، كام عود من البقدونس على كام عود شبت، على طبق سلطة كده خفيف لطيف، وبقدمه على وجبة بيض السمان. بالنسبة للطيور روعة روعة روعة، وبالنسبة لنا حط تحت روعة 200,000 خط. قدموه على فكرة، انا قلت لكم ان سعره مش غالي، حتى اليومين دول سعر تقريبا بقت 175 البيضة، فحلو جدا جدا يعني، مش هيكلفنا كتير، قد البيض قد البيض العادي بتاع الدجاج دوت اللي هو بقت ب5 جنيه البيض. قدموه ما تقلقوش منه، بس هو القلق الوحيد اللي فيه كمية البروتين فيه عالية، فنخلي بالنا بس على الطيور بتاعتنا عشان ما تشحمش. حلو جدا 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 لما بنقدمه للاهالي اللي معاها زغاليل وفروخ حتى من عمر يوم، جميل جدا جدا، بل بالعكس ده بيدي الفروخ اللي طالعة صحة، وتلاقيها كده حجمها كبر مرة واحدة بسبب البروتين القوي اللي موجود في البيت. الطيور عندنا ما بتستغربش طعمه، بيحبوه ما فيهوش اي مشكلة. وعلى فكرة برضو ممكن نطحنه ان نبشره بقشره، بس نكون ان احنا سلقينه سلقة كويسة بشوية، بنحط قليل من الملح في المية اللي هو بيتسلق فيها علشان لو في سلمونيلا عليه ولا حاجة، ولكن احنا لازم نغسل البيض ده قبل ما بنستخدمه، في قبل ما نسلقه ونقدمه للطيور. انا حاولت ان انا لم لكم النهاردة كده فوائد كثيرة، فوائد مذهلة لتقديم بيض السمان للطيور، وقلت لكم كمان هتقدموه ازاي. قدموه ما تقلقوش، وان شاء الله اكتبوا لي تجاربكم مع بيض السمان، وكمان ايه رايكم في تقديم بيض السمان للطيور. هستناكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك الجميله لو عجبكم الفيديو، لو ما عجبكمش برضو الديسلايك برضو بنتبه لها. وهستناكم في جروب القناه، واللي لسه ما اشتركش في القناه يسعدني اشتراكه في القناه. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.